افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط جناح بابكو في سيتي سنتر البحرين ضمن فعاليات وبرامج أسبوع الصحة والسلامة والبيئة 2019-2020، حيث تضمنت أقسام الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة، منها ترشيد الطاقة وسلامة القيادة وسلامة الصهاريج على الطريق والوقاية من الغرق وغيرها. بهدف ترسيخ ثقافة السلامة في المجتمع وتعزيز الوعي بأمور البيئة والصحة والسلامة، يأتي افتتاح جناح شركة نفط البحرين بابكو في مجمع سيتي سنتر البحرين ضمن فعاليات الشركة التي تحرص على تنظيم أسبوع البيئة والصحة والسلامة كل عامين، لبيان دور الشركة الريادي كمساهم رئيس في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وفي إطار جهودها الدؤوبة لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في خدمة أهداف وتطلعات المملكة. فعالية هذه تقام كل سنتين مرة، وأسبوع الصحة والسلامة بابكو حريصة طبعا على توعية ليس فقط العاملين في الشركة ولكن المجتمع في البحرين على الصحة والسلامة في التعامل مع في منازلهم، إن كانت المعدات الكهربائية، التعامل مع المسابح، صارت إزالة عندنا الحوادث، كلها يعني في باب توعية الناس. ووجود الفعالية في مجمع السيتي سنتر لا شك أنه يستقطب أكبر عدد من الجمهور. نشكر القائمين على هالفعالية، وإن شاء الله دائما ندعم شركة بابكو أنها تستمر في ريادة هذا المجال في القطاع الصناعي، كذلك نقله إلى القطاع الأهلي مع الناس مع المجتمع. أسبوع البيئة والصحة والسلامة تحت شعار نحن نهتم يعد من أهم الفعاليات في أجندة شركة بابكو، نظرا لأهميتها في ترجمة مفهوم التنمية المستدامة لخلق بيئة أكثر نظافة وبيئة عمل أكثر أمانا وصحة، كما أن هذه الفعالية تعد بمثابة أضخم فعالية لشركة بابكو في مجال المسؤولية الاجتماعية والشراكة المجتمعية، بما يعكس الالتزام المتواصل بترسيخ مبادئ وقيم البيئة والصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع، خاصة في ظل مشروع بابكو الأكبر لتحديث المصفات. البيئة والصحة والسلامة موضوع جدا مهم، وفي جناح بابكو في سيتي سنتر تناولنا 8 مواضيع رئيسية. طبعا هذه الفعالية من أسبوع البيئة والصحة والسلامة 2019-20، وسوف يكون إن شاء الله هناك في يناير من 2020 الفعالية الكبرى اللي تسمى يوم العائلة في البيئة والصحة والسلامة، ونتوقع حضور كثيف يفوق 35,000، بيكون في حلبة البحرين الدولية. والهدف منه تعزيز رؤية بابكو ويكير نحن نهتم، فنحن نهتم بموظفينا، بمقاولينا، بالبيئة المحيطة، بالزوار، بالقاطنين جميعا. احنا في هاي السنة اخترنا 8 مناطق، كل منطقة لها سبب معين لاختيارها، والهدف منه هو التوعية في هاي المنطقة بسبب حوادث حصلت في البحرين أو بسبب أشياء واقعية حصلت في مستوى البحرين أو الخليج ككل. فمثلا عندنا التركيز في هاي الصيف على الغرق، بسبب أن في 6 أشهر اللي راحت في البحرين صارت 7 حوادث غرق مثلا، فالتركيز على شلون الواحد ينقذ نفسه، شلون يقدر يساعد أن عمليات الغرق تكون أقل. عندنا تركيز في التغيير المناخي بسبب التلوث في البيئة، وشنو الطرق الحلول. طبعا احنا دائما نعرض مشكلة ونعرض الحلول، والهدف منها توعية الجمهور كله بشنو الأساليب الأساسية اللي يقدرون يتبعونها لاستخدام الأفضل الحلول. في ظل الدعم اللامحدود من لدن معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط ورئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو، اكتسب أسبوع البيئة والصحة والسلامة أبعادا اجتماعية قوية، وبات يلقى قبولا متزايدا بين أفراد المجتمع في السنوات الأخيرة بفضل رسالته النبيلة، وهي نشر الوعي بأمور البيئة والصحة والسلامة بين أفراد المجتمع. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.